وللحديث عن هيمنة إيران على مفاصل الدولة اللبنانية ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. حياكم الله أستاذ علي. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الأنوار أستاذ علي. يعني معهد واشنطن للدراسات يؤكد أن الدولة اللبنانية أوشكت على الانهيار في ظل تحكم ميليشيا حزب الله بمفاصلها. السؤال هنا، كيف يمكن تفسير استمرار هذه الهيمنة على الرغم من خسارة حزب الله أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة معهد واشنطن يعني هو رفع مثل هذا الكلام ليست المرة الأولى، لكن من الناحية العملية دعونا نقر بأن أيضا هناك الضغوط الأمريكية على لبنان والحصار أيضا على لبنان بسبب تحت شعار مواجهة وتفكيك حزب الله. من الناحية العملية حزب الله أثبتت التجربة أن بيئته الشعبية لم تتضرر كما بيئات اللبنانية الأخرى، وبالتالي نعم إيران تهيمن على لبنان من خلال حزب الله، هذا أمر صحيح، لكن هذه الهيمنة يعني تثبت أن إيران قد فشلت في إدارة كافة المواقع والمناطق والبلاد التي تتغول فيها. يعني إذا كان حزب الله بالأمس القريب نصر الله يعير الحكومة اللبنانية بأنها لم تستجب لطلبه في التزود بالنفط والفيول من إيران مجانا من أجل الكهرباء، نجد أن سوريا الدولة التي تتواجد فيها إيران بشكل كبير وواسع جدا تعيش في ظلام دامس. في الحقيقة كل المناطق التي تتواجد فيها إيران تعاني نتيجة اشتباك مع الغرب حول الملف النووي، وأيضا نتيجة تهديدها للأمن القومي العربي وللنسيج الاجتماعي للبلاد العربية. هي تغولت وباتت قوة هائلة، لكنها لم تستطع أن تتمكن من أن تؤمن الحياة المعقولة ولو بالحد الأدنى للبلدان التي تسيطر عليها، وهذا الأمر بدأ يرتد سلبا ليس فقط في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، إنما في داخل إيران، حيث نرى أن المظاهرات الشعبية الغاضبة بعضها من أجل الخبز وبعضها بالتأكيد من أجل الحرية والتخلص من قبضة النظام المطبق على كل شيء. السيد علي، قد يسأل سائل، ولكن أليس من مصلحة إيران يعني تراجع هذه الدول سواء اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا، تفسخ هذه الدول حتى يسهل السيطرة عليها؟ هل تسعى إيران أو من مصلحة إيران تأمين الخدمات لهذه الدول؟ طبعا كونها مسيطرة عليها من مصلحتها تأمين الخدمات، هي من مصلحتها عدم تأمين الخدمات كخطة للإجهاز على البلد من أجل إخضاعه، أما وأنها مسيطرة فمصلحتها في تأمين الخدمات وليس العكس خلافا لما ذهب إليه تقرير واشنطن. ولكن خدمات إيران باتجاه لبنان، يعني دونها أبواب مسدودة، دونها قانون قيصر، دونها فيتوات وضغوط على الحكومة اللبنانية، وبالتالي وأيضا دونها نوع من الرفض الشعبي، وهذا هو الأهم، علما بأن الأدوية الإيرانية على سبيل المثال نتيجة رخصها وبغض النظر عن مدى جودتها بدأت تتواجد في الأسواق اللبنانية على حساب الأدوية الأوروبية الباهظة الثمن. نعم، المسؤول أيضا في ميليشيا حزب الله وفيق صفا دعا إلى عدم إقحام الميليشيا في حادث قتل عنصر من قوة اليونيفيل. برأيك أستاذ علي، يعني هل يمكن فصل الحادثة بالفعل عن ميليشيا حزب الله؟ وهل يمكن للسلطات اللبنانية بالتالي محاسبة الميليشيا في حال يعني ثبت تورطها بهذا التهديد الجديد لربما للأمن القومي اللبناني؟ دعني للإنصاف أنا أقول الآتي. أولاً، حزب الله في اعتداءات سابقة تعرضت لها قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان كان غالبا ما يلزم الصمت، ما يعني ضمنا بأنه يغطي الأهالي بين قوسين الذين يعترضون بعض الدوريات للأمم المتحدة. في حادثة الكتيبة الإيرانية حزب الله استنكر واتصل معزيا وطلب عدم إقحامه، بمعنى آخر
أنه ليس علاقة له. نقطة أخرى، أن المنطقة التي حدثت فيها المشكلة العقبية هي تعتبر في السرفند من المعاقل الأساسية لحركة أمل. ثمة نوع من الغموض حول هذا الموضوع، الناتج بحسب بعض التحقيقات الجادة إلى أن قافلة الأمم المتحدة المقاومتين هما سلكت الطريق الدولي باتجاه بيروت المعتمد سلوكه دائما، والسيارة الأخرى انحرفت إلى الأزقة الداخلية الطريق القديم، الأمر الذي ربما أثار ريبة. الأمر الآخر أن هناك كانت حالة من الغضب في تلك البلدة في تلك اللحظة نتيجة خسارة فريق المغرب في المباراة لكرة القدم. يعني جملة أمور راكمت، وأيضا ارتباك السائق الذي دهس بعض المواطنين أو مشاكل ذلك أدى إلى وقوع هذا الحادث. لكن الأمر المهم أن علاقة حزب الله باليونيفيل هي علاقة لافتة وجيدة، علما أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول لبنان مدد للأمم المتحدة بصلاحيات أوسع، منها أن بإمكان قواتها القيام بدوريات في نطاقها من دون مواكبة الجيش اللبناني. لكن قائد اليونيفيل في جنوب لبنان أبلغ حزب الله بأنه سابقا خلال الفترة الماضية بأنه لن يسير دوريات بدون الجيش اللبناني، وكان هذا مدعاة اطمئنان. أنا أفهم تماما أن يكون هناك نوع من الانتظار لأي مطب يقع فيه حزب الله، لكن في هذه المرة تبدو الأمور مختلفة عن سابقاتها، ويبدو الحزب حريصا جدا على أنه طيب ماذا يعلن أنه غير متورط في هذه المشكلة. ماذا بعد هذه الحادثة؟ يعني هناك المفوض السابق للحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس يعني تخوف من أن تؤثر هذه الحادثة على تواجد قوات اليونيفيل، هل توافقه بهذا التخوف؟ لا أوافقه، لأن منطق السيد جرمانس هو منطق يعني استعدائي بالمطلق لحزب الله، وبالتالي هو ليس طرف محايد في هذا الرأي، إنما الرأي القويم هو رأي الحكومة اللبنانية، حيث ذهب رئيس الحكومة إلى اليونيفيل وقدم التعازي واتفق مع اليونيفيل بأنهم مرحب بهم، وأن قادة اليونيفيل أبلغوه بأنهم خلافا لتصريح رئيس وزراء إيرلندا الذي قتل أحد جنودها بأنهم لا يشعرون بأنهم يعيشون في بيئة معادية. لكن رغم كل هذا الكلام الإيجابي لمحاولة لملمة الموضوع ومنع تداعياته لأن هناك قتيل، ربما يكون تحت الطاولة بعض الرسائل البينية، لكن الظروف لا تسمح. أن أساسا حزب الله منتصر من وجهة نظره كونه أنجز ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، وبالتالي وجود قوات الأمم المتحدة مسألة ضرورية لمساعدته للحفاظ على الترسيم وحمايته من الاضطرابات. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، كنت ضيفنا عبر تطبيق زوم من بيروت، شكرا جزيلا لك.